يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي. بدايه اسبوع جديد، اسبوع الجد الحقيقه، زي النهارده بعد اسبوع بالتمام والكمال يواجه النادي الاهلي الترجي في الدور قبل النهائي، وتستمر استعدادات النادي الاهلي والكلام كتير. هو الحقيقه يعني الواحد كان جاي النهارده نفسه مفتوحه يتكلم كوره، يعني عندنا حاجات كتير جدا حوالينا بتقول انه الجو كوره، والكوره احنا عارفين دايما، وانا باكد على ده دايما في السادسه وكل الجماهير اللي بتتابعنا، الكوره للمتعه. انا بشوف ان الكوره دي حاجه من اكتر الحاجات اللي بتمتع الواحد في حياته، ورغم كده الحقيقه رغم ان في حاجات كتير جدا تخلينا نتكلم في المتعه، عندنا بطوله اليورو اللي ابتدت، شفنا امبارح ايطاليا وتركيا، ايطاليا في ثوبها الجديد زي ما بيقولوا، وان كان طبعا ماتش تركيا مش مقياس في كلام كتير، لكن لاول مره تشوف ايطاليا تلعب كره هجوميه وممتعه واداء هجومي وكور وجمل ونجوم بتقول انه ايطاليا ممكن تكون موجوده عشان تنافس. عندنا بكره كمان كوبا امريكا، البرازيل وفنزويلا، عندنا منتخب مصر الاولمبي اللي بيستعد لطوكيو، لعب اول مواجهاته امام جنوب افريقيا ومنتظر بكره ان شاء الله يلعب تاني المواجهات، وعندنا طبعا يعني الاهلي والترجي، يمكن واحد من اهم الماتشات في الموسم الحالي بالنسبه للنادي الاهلي. فعندنا كوره كتير، لكن الحقيقه ناس كتير بتاخدنا في حته تانية، ومضطر ان انا ارد النادي الاهلي اسمه بيتحط في جمل دايما الحقيقه غير مفيده وغير منطقيه وغير عقلانيه، لكن مفيش مانع ان احنا نرد ونوضح، يمكن الناس تفوق، يمكن الناس تغير من منهجها، يمكن الناس تبص لاسم كبير الحقيقه بنكن له دايما كل التقدير والاحترام، لكن هم الحقيقه المنتمين ليه او بعض المنتمين ليه عشان اكون دقيق في كلامي، مصممين دايما يحطوه في منزله اقل من قدره. الحقيقه كلام كتير جدا كان على صفقه فرجاني ساسي، واحنا هنا في قناه النادي الاهلي ده مبدا واضح وصريح من بدايتنا الحقيقه، لا نتطرق لاي شيء لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد، لكن فكره انك انت تحط النادي الاهلي في جمله ليها علاقه بقصه او بفيلم فرجاني ساسي، اعتقد ده امر غير مقبول وغير منطقي. والاصوات اللي بتحاول تقول ان النادي الاهلي ليه يد في فكره رحيل فرجاني ساسي عن نادي الزمالك، اعتقد انه خانها التوفيق. دي محاوله، اذا كانت محاوله عشان تعلق فشلك في الحفاظ على لعيبتك على شماعه النادي الاهلي، فاعتقد انها محاوله مكشوفه، ومفيش اساسا ما يستدعي انه النادي الاهلي يتدخل لحرمان الزمالك من فرجاني ساسي، لانه ببساطه شديده جدا فرجاني لا يمثل اي خطوره على النادي الاهلي. فرجاني نفسه كان موجود ولعب مع نادي الزمالك مواسم كتير جدا، ومع ذلك الاهلي كان بطل افريقيا في وجود فرجاني ساسي، وكان بطل الدوري وكان بطل الكاس وكان بطل سوبر افريقيا ووصل لبرونزيه العالم وكل ده وفرجاني ساسي موجود. وكان من الاولى إذا كان الأهلي بيحاول يعني أو بيفكر أو مشغول عنده من الوقت كده وقاعد فاضي ما بيعملش أي حاجة، فبيفكر إزاي يعطل الناس اللي بتنافسه، يفكر إن هو يعطل نادي زي الوداد أو نادي زي الترجي، دي الأندية اللي بتمثل منافس حقيقي للنادي الأهلي في مشوار بطولاته الموسم الحالي، لكن لا كان ده عمره منهج النادي الأهلي ولا أعتقد فيه سابقة تقول. لكن فكرة أساساً إنك تحاول تروج كل فشل أنت بتقوم بيه أو بتحققه على حساب او على شماعه النادي الاهلي، فاعتقد انه الامر ده بقى فاقد لكل معاني المنطق ولكل معاني العقل. دي نقطه نمره واحد. نمره اتنين الحقيقه، وده شيء اعتقد ان الاهلي اكد عليه في اكتر من مناسبه بالدليل وبالفعل مش بالكلام، هو فكره، وده مثل عندنا حتى في ثقافتنا احنا كمصريين، يقول لك اللي باعك بيعه ولا تشتريه، وصدقني لو اشتريت حد باعك البيعه تكون خسرانه. الموقف ده شفناه بيتكرر كتير جدا، لا قارنا ولا قلنا ولا شوفنا مثلا ودللنا على قصه نجوم كبار جدا كانوا في النادي الاهلي ومشوا من النادي الاهلي، والنادي الاهلي لا يتمسك باحد لا يرغب في ارتداء فانيلته. حصل ده مع نجوم كبيره جدا، نجوم دوليه ونجوم كان ليها مشوار وكان ليها بصمه وكانت يمكن في مراكزها من اهم وافضل لعيبه في مصر، لكن في اللحظه اللي هي باعت في نفس اللحظه كان الاهلي بايع على طول، محدش بيفكر يشتري حد باعه. حصل ده مع اسماء كتير، اخرها كان رمضان صبحي اللي انا هنا في قناه النادي الاهلي وفي السادسه قلت قدامك ساعة وتفكر وتدينا رأيك النهائي، وده كان قرار حاسم من النادي الأهلي مع واحد من أهم نجوم الكرة في التوقيت ده، في التوقيت ده طبعا في مصر. النقطة الثانية الحقيقة اللي بتتقال كلام كتير جدا برضو في محاولة لتعليق شماعة ليها علاقة بكيفية الاستثمار وكيفية التسويق، النقطة المتعلقة بالإعلانات، لأنه الموضوع ده بقى مثار بشكل كبير جدا مش بس في وسائل الإعلام المختلفة،
البيضاء اللون او الانتماء، لكن كمان على مواقع السوشيال ميديا. وهنا الحقيقه ناس كتير جدا بتقارن بين اسماء لاعبين هنا وهناك، والحقيقه انه المعادله كده تعتبر معادله منقوصه، معادله غير مكتمله. الشيء اللي بيسوق هو البراند مش الاسم اللاعب، يعني مع كامل احترامي طبعا لكل النجوم هنا وهناك، لكن في النهايه المنتج اللي بيتباع هو المنتج اللي مرتبط ببراند النادي الاهلي ايا كان اسم اللعيب. اعتبره من كبار النجوم، اعتبره من صفوف الناشئين، اعتبره لاعب صاعد، اعتبره زي ما تعتبره، لكن في النهايه السبب الرئيسي لو سالته اي حد في الماركتنج او في التسويق يعني ايه براندنج، يعني ايه انك انت تحط الليبل بتاعك او المنتج بتاعك مقترن بمنتج ناجح او باسم ناجح، هيقول لك انه الهدف الاساسي لكل المسوقين والمعلنين هو اسم النادي الاهلي في المقام الاول والاخير. وحرب الاعلانات حرب ما انصحش حد ان هو ياخدها مع كيان كبير وعملاق بحجم النادي الاهلي. انتم لو اتكلمنا بيزنس، لو اتكلمنا بيع وتسويق، منتج النادي الاهلي منتج رائج بكل المعاني والمقاييس. واي حرب من الممكن ان جمهور النادي الاهلي يعلنها بالمقاطعه او بغير المقاطعه على اي منتج تاني من الممكن انها تسبب خسائر جامه. ما اعتقدش ان في معلن في مصر ايا كان انتمائه، حتى اكبر المعلنين المنتمين لنادي الزمالك، ممكن يحط نفسه في حاله عناد او صدام مع جماهير النادي الاهلي. هنا المقياس والمعيار بالجماهيريه، واعتقد ان جماهيريه النادي الاهلي واضح حجمها وواضح تاثيرها بشكل كبير. عندنا كلام كتير جدا في الكوره وعندنا موضوعات كتير في حلقه النهارده. خلوني طبعا هيكون معانا النهارده خورخي سيلاس، واحد طبعا من اشهر لاعبي المنتخب البرتغالي، وكان مدرب فريق سبورتنج لشبونه، هيكون معانا النهارده في سادسه في الفيديو كونفرنس، هنتكلم معاه بالتفصيل عن بدايات اليورو وتوقعاته كمان لحظوظ المنتخب البرتغالي حامل اللقب حتى اللحظه. هنتكلم كمان مع كابتن احمد فوزي عن كل الاحداث الرياضيه، سواء كان منتخب مصر الاولمبي، سواء كان اليورو 2020، او طبعا مشوار النادي الاهلي في دوري الابطال ومواجهته المنتظره مع الترجي التونسي. خلينا نبدا حلقه النهارده باهم الاخبار والعناوين. الاهلي يواصل تدريباته قبل السفر لمواجهه الترجي بدوري الابطال. استاد السويس يستضيف الوديه الثانيه لمنتخب الاولمبي امام جنوب افريقيا. هولندا تفتقد جهود ديليخت في مواجهه اوكرانيا في يورو 2020. ليفربول يسعى لتامين بقاء صلاح بعد رحيل فينالدوم. وسقوط نادال في رولان جاروس يسيطر على صحف فرنسا.